السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم مختار، هذا موتور بدلته جديد وحدي. جيتك المرة اللي فات للورشة متاعك وحكيت لك على كونه الترموستار اني نحيتها. قلت لي انت لا، كيفاش تعرف موتورك بيان؟ موتور ما يكلش في الزيت، اموره واضحة، سان مارشي بيان، ديجا انت ريتو كل شيء. وتحريت عليه الموتور هذايا كونه هو متاع 306، ديجا في البلاك ملوتة متاع الموتور بي اس ا 1.9 دي ازيل. به المشكلة وين يا عم مختار؟ كونه كي ركبت انا الترموستار لهنا، به والترموستار هي اصلية متاع الدار، هاي اصلية متاع الدار، ريتها تخدم بالباهي وامورها جارانتي. درجة الحرارة استناني لحظة تحل على 83 على 83، به والمانو متاع الرادياتور ديجا مركبو على 80 85، اللي قلت لي انت قلت لي باهي. والرادياتور متاعي جديدة هاكا، امور واضحة، سيركو يديرو فور ديسمون صب في اللانتيجيل تاع جي تريز متاعه وكل شيء. الحق عم اختار ما يسخنش الموتور، امور واضحة، لقوي كما تحكي انت مريقلة، جوها باهي، درجة الحرارة يحل في الطريق. جربتها بالترموستا كونه امورها واضحة وتبارك الله مصلي على النبي. الحاجة اللي خلتني شد انتباهي كونه دبوزت الماء هيا، وقت عبيت الماء وعملت بيرج للماء وكل شيء، بون هنا فما شوية واحد شوية ليكيد هو هابط من هنا هو طريف هذاك في بالي بيه، اللي هو يفوتي شوي وصفوار انا ما كبستش الكولي. باه كي ركبت الترموستا وكل شيء جربتها قرابة 4 ايام، عطيتها لخويا يمشي بها ويجي لسليمان قرابة 400 كيلومتر. الماء سيدك من سيدك، الماء ينقص الماء، هبط تحت 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 هذه تحت اللوطة لهنا. وقتها الترموستا باهي راكبة، لقيت فما فويت لهنا تاع ماء وكل شيء. فقدت السيركوي متاع الماء، ما لقيتش فما حتى فويت. البوشون هاو، ما فهمتش البوشون هذايا سافا با ولا شني، ديما الماء خارج من فم الدبوزة يخرج كي مشي بها خويا وكل شيء. الماء سيدك من سيدك نشوف فيه هابط من هنا، تبعت الفويت نلقاها وماء اخضر، ريتو هاو هابط الماء مغادي. ما فهمتش شنو هي الحل بالضبط. وقت كي ركبت الترموستا الماء نقص به، ونزيدك حاجه اخرى، وقت خدمتها وخليتها تخدم الكهرباء نحيت الغطاء هذا نتاع الدبوزه هواريته، الماء خرج الكل، ومن بعد رجع عادي. فهمتني، زدتها شويه ماء، ما فامورها واضحه كل شيء. انا قلت لك انا درجه الحراره في الكياس في 83 84 هكيك، توصل اسرتان طون نشوفها كيفاش يعني. القوي تطلع لفوق من 83 84، تتحل الترموستا، المراوح يخدموا، امورها واضحه، ما تسخنش موتور، ما يسخنش، امور واضحه، ستابل التمبيراتور، ستابل. اما اللي يهبني كونه الماء زعما يضيع من هنا ولا شنو هي الحكايه بالضبط. وانا عم مختار ما نكذبش عليك، ما نمشي حتى ميكانسيان وحدي يعني في الدار،
نتبع ونشوف ونحب نشوف الميكانيك، والميكانيك بحر وزاده ويرحم والديك. جاوبني على السؤال هذايا ومازلت حاير، مانيش عارف. خاطر حاجة أخرى، كونه الغطاء هي تلقى فيه رقم لهنا، فهمتني، على البريسيون متاع الماء. لو وجدت على الغطاوات الحديد متاع دبوسة الماء. السلام عليكم يا مختار، هذا فيديو ثاني بعد ما سخنت الموتور. بعد ما سخن الموتور راه في الكاترو تاعك. فيها موتور لونسيان 405، باش نعمل لها نتوياج السيركوي فرمي نتاع البومب اجيكسيون والانجكتورات. عندنا الفيتر هذايا، وين يركب الفيتر نتاع المازوت فما ديت نفكوه قد ريت، نحطوا فيه فيلتر ايسونس كاكا باش يعني يعاوننا على التنظيف. هذاك في اللونتري، لان اللونتري من هنا هذايا في الدخول، ولا يحط طول في الترومبه من هنا في الدخول اذا كان ما عندوش فلتر. اي، وانا هنا الرتور هذا كيف كيف حطوا فيه ديريت. فكوا التيب هذاك، انا فما اللي تبدا فيها هي هكا راكور كيما هذا، نجم يتفك كيما هكا، نجم فيه فلتر هذه يخرج من بعض، لازم نحط فيه ديريت الطول. ها عندنا الخشين هذا، كانت ها الخشين ما سباك. قلنا شنو عندنا واحد في اللونتري واحد في سورتي، يعني عندنا زوج ديريتات. عندنا الماده اللي هي هذه اللي قلنا عليها، اللي هي وين نتواج انجكتور تريتمون ديزل. ناخذ بوتي صغيره هذه، لا مش لازم مازوت، لا ناخذ بوتي صغيره هذه نصبوا فيها المادة هذه. باش تبدا ظاهرة للعموم. عندنا اللونتري هذايا نحطوه هنا باش تسبيري منه الكهرباء باش يجبد، وهذه الرتور باش يرجع للبوتاي للدبوزة باش ما يقعدش يرجع للسيرفوار يضيع علينا، ونخدموا سيارتنا. خدموا سيارتنا. هاي تقدم سيارة، طب تخدم وتسكت على خاطر ما منهاش عن طريق البومب. خد خدم دي مره. استنى شوي عاود استنى، نحاولوا نديمارو لين نوصل للبروفي هذه المادة هذه. ديماري هاني عمل هاني تستخدم بالمادة نتاعها تولي تخدم عادية تبيع هاك شيء. أنا توا قاعد تخدم بالمادة هذه اللي هي هذه، قاعد ترجع للبوتيك تشوف فيها، وهذه تسبيري هذيك خلوها حوالي
كاد نتاع ربع ساعة هكاكا، تنظف السيركوي نتاع الانجكتور والسيركوي نتاع البومب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.